تعاملوا معنا كشركاء لا أتباع، ونرفض تقسيمنا إلى كنتونات. هذا ما قاله محافظ عدن عبد العزيز المفلحي في آخر مؤتمر صحفي له، موجها الخطاب للقوات الإماراتية ومندوبها السامي في اليمن. هذه سياسة القوات الإماراتية في المناطق المحررة، التعامل مع ممثلي الشرعية ومسؤوليها كأتباع، عليهم فقط أن يقابلوا ما تريده بالسمع والطاعة دون نقاش أو تردد. المضي في تقسيم المناطق المحررة إلى كنتونات، على رأس كل كنتون ميليشيا دربتها دون علم السلطة الشرعية، وأسندت لقيادتها قائدا ميليشاويا تمده بالمال والسلاح ليحتفظ لها بالتبعية والولاء دون السلطة الشرعية. وإذ تغل الإمارات في تقويض الكيان اليمني وتصر على إهانة اليمنيين والنيل من كرامتهم بهذا القدر من الاستخفاف، فإنها تلعب بالنار وستحصد فقط الفشل والخسران. هي تراهن على أن هناك ميليشيا فاشية عنصرية انقلبت مع مسخ بشري برتبة شيطان، سيفضل اليمنيون عليهما أي شر وسيقبلون أي إهانة مهما كان حجمها. هذا رهان خاسر، نمتلك خيارات أخرى ولن نقبل بتخييرنا بين الشرين، إما أنتم وإما التحالف الانقلابي. هناك خيار ثالث، نرفض الانقلاب وارحلوا عن بلادنا. ارحلوا قبل أن ترحلوا. اسمعوا، لم يعد لدينا ما نخسره إلا الوطن، وسنخوض لأجله برك الغماد ولجج البحار، فلا تقامروا أكثر. أنتم بين أمرين، إما بسط نفوذ الشرعية كسلطة وكمشروع اتحادي وهو ما دعيتم له وجئتم من أجله كما يفترض، أو فأنتم غزاة محتلون، غزاة نرفضكم بذات القدر الذي نرفض فيه الانقلاب الفاشي وأشد. ما أتعس الشقيق حين يزيد على أوجاعك أوجاعا إضافية في ظل لحظات حرجة كهذا. المفلحي بقوله هذا كان نيابة عن الشعب بقصد أو دون قصد، يشهر الكرت الأحمر في وجوهكم، فتعاملوا مع الأمر بجدية وثوبوا إلى رشدكم.